أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن الاعتزاز والفخر والتقدير الرفيع للنهج الملكي السامي لجلالة الملك المعظم وتوجيهات جلالته في الالتزام بحماية القيم الإسلامية النبيلة وصون المبادئ والثوابت الوطنية الراسخة. ثمن معالي رئيس مجلس الشورى الحرص الذي توليه الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تجسيد المثل العليا للعقيدة الإسلامية النبيلة في المناهج والكتب التعليمية لمختلف الفئات العمرية، مشيدا معاليه بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالوقف الفوري لأي تغييرات طالت المناهج التعليمية غير المتوافقة مع القيم الوطنية. كما أكد معاليه اهتمام السلطة التشريعية بما ينهض بالركائز الوطنية ويصون العقيدة الإسلامية.